عبدالله. الحمد لله على سلامتك. يمان أنا وين؟ إحنا برا البلاد. ليش؟ شو صار لي؟ عبدالله أنت سويت حادث. عبدالله ارتاح، لا تتحرك. ارتاح لا تتحرك، الله يخليك. إيمان ايش حق؟ انا ما بقادر احرك ظهري. شو صار فيني؟ عبدالله انت شوي فقرات اللي في ظهرك تعطلت، ويبناك هني علشان يسوون لك عملية. عملية؟ ايش حق؟ عشان ترد صاحي مثل قبل. ليش أنا شو صار لي إيمان؟ ما في كل الخير. من متى أنا على هالحالة؟ شهر تقريبا. شهر وأنا ما أدري عن نفسي. احمد ربك اللي رحم حالك. عبدالله أنت كنت ميت. الحمد لله على كل حال. الحمد لله يا إيمان. انتي يا منوني في الغربة. إبراهيم منو؟ نسيت عبد الله، زوجي اللي يشتغل في المستشفى. زوجك؟ ها ذكرت ابراهيم. وين ليش ما يا وياك؟ بالفندق تعبان شوي. العموم الحمد لله على سلامتك. الله ايش كثر تستانس حصه وابوي يوم يسمعون صوتك. وينهم هم؟ شلون وينهم؟ هم بالامارات، بس أنا عطت لهم رقم المستشفى ورقم الغرفة. إيمان ليش ما أقدر أحرك ظهري كذي؟ عبدالله تراني قلت لك الحادث. الحادث؟ تذكرت إيمان، تذكرت الحادث. شو صار؟ ما صار شيء. انجلت السيارة. لحظة. ألو؟ هلا ايش حالك؟ ايش علومك؟ شو علوم الوالد؟ ان شاء الله بخير. وحصة وخلود شلونهم؟ الحمد لله. لا وين عبد الله احسن؟ ما شاء الله. اي الحمد لله. واليوم يتكلم بس شوي لسانه ثقيل. العمليه ما ادري، قالوا يمكن من اسبوع لعشرة ايام. تبين عبد الله؟ لحظه. عبد الله. الو هلا. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. عبد الله اشتقنا لك. إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة. الله يخليك، أعطيني خل أسمع صوته. لحظة. عبد الله أبوي يبغى يسمع صوتك. كلمة. عبد الله أبوي إيش حالك؟ كيف صحتك؟ ألو تعطيني إياه. ألو عبد الله، هاي أبوي، أنا حصة وياك. ها حصة؟
حالك انت بخير؟ حصل نتولاها عليكم وايد. حتى نحن مشتاقين لك. ان شاء الله ترب بالسلامة. الو ها حصه شفيج تعبتوا ترى ما يقدر يرمي سوايد. لحظه عبد الله شوي بس. حصه لحقوا علي برحمه تخبل ين شو استوى علي ذلني قبل ما يعطيني وي. صدقين اني اتغدى واتعشى بروحي حتى زيارات المستشفى قطعها. لا وطالع لي بسالفه جديده يبغى يرد الامارات. كلموه عقل الله يخليك يا حصه. اذا شو استوى عليه يا ايمان؟ لا تكونين انت اللي زعلتي حصه. انت لا تقعدين الحين تلوميني. سيري سيري اعطيني خلود. اعطيني خلود الحين. صبري صبري يا ودي تباك. الو هلا ايمان شلونك؟ طمنيني عليك وعلى عبد الله. خلود الله يخليك اتصلي في ابراهيم وكلمي هو وصي علي. ما ادري ايش فيه متخبل علي مسوي حق روحه شخصيه عجيبه. ولا تدرين شلون؟ رمزي سليمان خلي كلمه. كان يقول لك انه هو متخبل يبي يتركني هني بروحي ويرد البلاد. ايمان ايمان وينك؟ خلود برايك بكلمك بعدين من الفندق. يلا مع السلامة. نعم ايوان الحين انا شو عندي بالضبط؟ عبد الله انت بسبب الحادث صار عندك شلل مؤقت بس ان شاء الله بيسوون لك العملية وبترد احسن من قبل. شلل؟ ما ادري شو عند ابراهيم. نصاب. حرام عليك. شو اللي حرام عليك؟ ايش حق تقول عنه نصاب؟ ما ممكن يكون مظلوم؟ وانت ايش دراك انه نصاب ولا مظلوم؟ سليمان لا تنسى انه هو ريل اختي. الحين افريقي صار ريل اختك؟ انت عن منو قاعد تكلمين؟ وانت تقصد اي ابراهيم؟ انا اقصد ابراهيم الافريقي اللي في المجله. وانا اقصد ابراهيم ريل ايمان لان مساها اتصلت وقالت ان هي متلعوزه وياه. ما اظن ابراهيم ادمي يا حصه. انا صحيح تعرفت عليه اخر الايام وصحيح انها فترة مو بكافية اني احكم عليه بس بصراحة نظرتي الاولى ما تخيب. ما ادري يا سليمان بس هي تقول انها متلعوزة وياه وطالبة الطلاق. غلطانة. غلطانة ولا مو بغلطانة هذه حياتها. بس بصراحة يا سليمان اللي عيشة ويا ريال بالغصب ما يجي من وراها الا المشاكل. ولو ينفصلون قبل ما يبون عيال يكون احسن. هذا الكلام عندكم انا قلت رايي. منو اللي يدق الباب؟ ليكون شيء صار على ابويا؟ تفالي بالخير يا حصه. ما ادري يا سليمان من كثر المشاكل والمصايب اللي استوت في هذا البيت كل ما يدق الباب قلبي يدق وياه. ايش فيك يا ودي؟ بنتك ما خلتني انام. خليها عندك ما فيني عليها. يا سلام يعني انت تنامين وانا اللي اسهر؟ هذه بنتك ولازم تهتمين فيها. زين بس عن طولة اللسان. يلا شفيك قولي حق سليمان يكلم ابراهيم بخصوص موضوع ايمان. زين اقول تصبحين على خير. فتي من اهله. صار يا حصة. لا ما في شيء بس مثل الصيحة تبغيني. تعالي حبيبتي. طيب تنامين عند امك؟ تعال تعال تعال. بترقدها عندك؟
فيها. أبوها عمره ما رقتها عندها. ترذيتيني أبوها أبوها أبوها. قلت لك أنا أبوها وبس. كل يوم تكبر في عيني يا سليمان. حاسديني عليك. يبغون يغصصون علي. من تقصدين؟ خلود؟ هي ما تسمعها شو تقول؟ ما قالت شيء. ردت بنتك عندك. لا. أشوفك تدافع عنها. أنا دافع عنكم كلكم. وبتقولين أنا رب العائلة؟ هي بس الأولوية حكي. زين خلود تقول خلي سليمان يتصل بإبراهيم. الظهر ولعت بينهم. يقولون خلي سليمان يتصل فيه. وإيمان تقول إنه هو يبغى يرد ويخليها بروحها. زين أعطيني التليفون. موضوع. اي موضوع الحين انت سيري طالعه يا الله يا الله يا الله يا سيري طالعه يكركب ولا بنح سيري ماري عورني. انت ما تستحي على وجهك يا نيت انت اجيب لك كركم من هني. يا قلبي يا قلبي يا ماري يا الله يا الله يا الله يا ظهري يا 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 الله يا الله يا ظهري يا الله. ها ما بتسافر؟ وين اروم احرك ظهري انا ما اروم اتحرك من مكاني. كل الضربه جايه في ظهري. انا ابو الوادم كل تضرب في ظهوره. شو السالفه السنه هاي بسميها انا سنه الظهر. كل الضربات في الظهر اول عبد الله وحين انا. يلا يلا عشان اتحرم ما تظلم الناس. انا ما ظلمتك. ومنو قال ان انا؟ منو غيرك بعد انت؟ انتي ما في حد غيرك هني. منو بضربه بعد حد غيرك؟ ويوم تعرف ان انا ليش تظلمني؟ ايمان ايمان عشان ما اظلمك انا قررت اني ابتعد. كيف يعني؟ يعني بوي ما في فايده ما في فايده بوي. شنيوب طال عمرك ما يمشي سيده. دوم مشيتي عوية. سويتني انا شنيوب؟ يكون في علمك انا ادري انك اشتكيتي عند هلك وسليمان كلمني بس انا صريت على رايي بسافر. يعني بسافر واللي بيستقبلك في المطار هو اللي بيعطيك ورقة طلاقك وهذا وعد مني. لهالدرجة مستعيل على الطلاق؟ انت ما سمعتي حكيم الزمان وش قال؟ شو قال؟
قال من العزة أن تترك الدنيا اللي هي أنت، ومن الهوان أن تترك الدنيا، فاختر لنفسك بين العزة والهوان. وأنا أبوي اخترت عزة النفس وبودرج. ما دريت أنك حساس لهالدرجة. هذا عيبك يا إيمان، تشوفين الناس أقل منك، شفتيني قصير وقلتي بعد عقله صغير. إيه هذه أنا ما بتغير، وعشان كذي أنا أبغي أرد. إبراهيم أذيتني، ضيعت علي الغداء، ترى كنت متغدي وخالص، أنا ميتة من اليوع. وبعدين اسمع، أنت لازم تهدأ وتأخذ الأمور بعقلانية. الناس ما بتمدحك يوم تخلي وحدة بروحها في السفر، وخاصة إذا كانت هالوحدة هذه زوجتك. شو؟ يعني أخيراً اعترفت فيه؟ بس بعد بتطلقني. مبروك مبروك، كله من ورانا. شو اللي من وراكم؟ خلينا نعرف من الريال قبل. الحين منصور بيقول حق سليمان وحصة، وحصة بتقول لك. وش دخل حصة وسليمان في موضوعي؟ المفروض يكلم أبوي قبل. خلود، منصور الحين هو اللي مسؤول عنه. أخاف حصة ما تقول كلمة فيها خير. حصة عاد؟ شو الكلام؟ ها؟ شو رأيكم؟ شو رأيك أنت يا حصة؟ والله الشورى عند خلود، لكن الريال بعد لازم نسأل عنه. كان عندكم الشرطة، الحكومة كلها عندكم، يجيب لكم ملفة كامل. والله يا منصور، إذا الشاب ريال والنعم فيه ليش لا؟ ستر البنات زواجهن. زين، أنتوا ليش ما تشاورونها؟ هي تعرف زين ومشتغلة معاه فترة طويلة، أكيد سامعة عن أخلاقياته. وبعدين لا تنسون تردون الشور لعمي. أكيد أكيد يا منصور. إنزين، وعبد الله بتشاورونه؟ عبد الله الله يعفو عنه إن شاء الله، كان زين في حال علشان يرد علينا. تراه بيرجع يا حصة. إن شاء الله. بس أنتوا قلتوا نجاح العملية 5% بس. أي عدل كلامك، عدل. الله يشفي إن شاء الله. إنزين، ما رخصتكم؟ إذا وصلتوا لشيء أعطوني خبر، ترى الريال يبي يتقدم له. تأمروني بشيء؟ سلامتك يا منصور. واحنا ان شاء الله بنسال البنت وبرد لك خبر. خير ان شاء الله. الحين سليمان هو اللي يقرر ويتامر في بيت عمي. سليمان نسيبكم مو بغريب يا يوسف، بس المفروض يشاورنا، نحن عيال عمهم. ايش فيك الحين؟ خلاص انا بصير لهم ولا انا متارس عينك؟ لا، انت يا اخوي مستوي مرسال، والشور بعد مو بعندك. اي مو بعندي ولا عندك، الشور كله عند خلود، هي اللي بتتزوج. يوسف لا تعقد الامور، لا تصير معقد. ولو نحن لازم نحسسهم ان لنا راي، ولا صعب ترى هذول السيطره عليهم. سير شوفهم، سير شوفهم عقب طيحه عبد الله شقا قاعدين يتصرفون. يوم عبد الله طاح انت الحين بتصير لهم عبد الله. الحين انا قاعد اكلمك عن مسؤوليتنا على بنات عمنا، تقولي بصير عليهم عبد الله؟ يا اخي ترى تعبتني انت، انت شو اللي مو عاجبك الحين؟ علشان ردوا الشغل، ولا عشان ساقوا سيارات، ولا عشان مسكوا تليفونات في ايدهم؟ يا امي انت ما تشوفين ولدك؟ يا اخي انت مبهم منك شيء، شو البرود اللي فيك؟ يا سلام، يعني انت الحين تبي تتسلط على بنات عمك؟ ايش معنى الحين؟ وينك قبل عنهم؟ وين؟ وش حقت لومي؟ شوف عمرك. انا ما لومك، كلنا في الهوى سوا. يوم بنات عمنا قدامنا ويكبرون ما نصدق انهم كبروا، بس قرب من عندهم الغريب صار امرهم يهمنا. شو قصدك؟ قصدي واضح، اقول روح تلاحق على علاء بس احسن لك، لا تقعد قرقر وايد. ها نقول مبروك. شفيك بلاش تسمرتي. انتو ما عرفتوا من هالريال؟ زميل عمل. ما تذكرتوا زين؟ لا ذكرينا منو؟ اللي يد زوجته وتشكت لعبد الله. هذا هو؟ والله عينه قوية. بس هو الحين طلق زوجته. ها يعني الحين هو عزابي. اي خلاص عيل اتوكلي على الله. عشان زوجته تأكد شكوكها علينا. أفهم من كلامك يا خلود،
انك ما بتوافقي؟ اعطوني فرصه افكر. قلت شو قالوا لك عن اخوك؟ بعدهم في مرحله الفحوصات عشان يشوفون ويقررون من متى يقدرون يسوون العمليه. اليوم سووا له منظار حق الرئه. وش حقه بعدين يبشون الرئه؟ شي بغوبه عشان يشوفون صلاحيتها. شاكين يمكن يكون فيها شيء من كثرة التدخين والشيشه اللي كان يشربها. الحمد لله انا لا ادخن ولا اشرب، عشان كذي انا بعمر. الصدقين ابوي صك عمره 105 سنين وللحين بعد يحبي. اذا تبي تعمر عمر بروحك، اما انا مو مستعده اعيش وياك 105 سنين. ليش مينونه؟ انا الشهر وعشان اخوي بالزور متحملت انك. ايمان ما حد قالك ان لسانك زهر. ابراهيم تأدب. وليش انت ما تأدبين مع الناس؟ ما تشوفين عمرك؟ من لم يصبر على كلمه سمع كلمات، وانت تتحرشين فيني. انا اللي حظي ردي، انا اللي جاي هني بدل لا اشوف اخوي وعالجه واتابع حالته قاعد اعالج ابراهيمه. لو سمحتي ابراهيم، ابراهيم الخنه. ممكن تسكي الموضوع؟ والله انت اللي فتحتي. انت ابدا ما عندك احترام للمراه. عدال يعني انت اللي عندك احترام للرجال. ايمان ما تقولي لي انا اذا طلقتك منو اللي بياخذك؟ ها وعندك شك؟ اولها انت سنك كبير، يعني انت على اعتاب الثلاثين، وثانيا انت يبغي لك ريال على مواصفاتك انت بس، وهذا يقلل فرصه زواجك. وبعدين يا ذكي، وبعدين والاهم لسانك حاد مثل الموس، شرسة، ثجيل الدم، عصبية، وهذه كل المواصفات هاي تطفش الحيوانات مو بالآدميين. لا عاد كذي انت مسختها. يوم ما عندك استعداد للمناقشة طلعي وصكي الباب وراك وخليني ارقد. انت طردني يا ابراهيمو؟ وليش ما اطردك؟ ومنو انت عشان ما اطردك؟ انت احدب هذا النوتردام ما يرضى يعيش وياك. يكون في علمك انت لازم تدورين على سبب مقنع لعبد الله، وانت تعرفين عبد الله زين ما زين ما يرضى بهالاشياء. لا يا عيوني عبد الله ما له شور علي الحين، الشور شاري انا وبس. عبد الله ان شاء الله بيقوم بالسلامه. انت تحلم يا اخي. انت شنو؟ ما عندك احساس، ما عندك دم، شلون قادر تعيش ويا وحده ما تحبك ما تدانيك ما تواطنك؟ صدقين عاد بديني نفس الاحساس اللي تحسينه انت. كوابيس سعيده ان شاء الله. سم على كبدك. وليش كوابيس؟ انا مرتاح حبيبتي. حبيبتي؟ اقول حبيبتي ولا ما اقول؟ اقول يا جماعه تدرون اليوم الضابط طالبني وصرت لهناك. معلوم اخلاق نادوري. سف عليه، مو بعشان الاخلاق. طالبني حق شيء ثاني. لا يكون وافقوا انك تتزوج في السجن. ربعك العبيسه والديناصور ينكتون. لا طال عمرك، مو بعشان كذي. طالبني حق شيء ثاني، يقولون حصلوا شريكي فؤاد. والله وين حصلوا؟ حصلوه ما ادري في مكان، ما ادري مكان هناك يسمونه بالي. بالي 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 بوكو بالي. يا اخي انت عجبني يا اخي، يا اخي والله بوكو بالي. ان شاء الله. بالي مو بالي بالي بالي، شو بالي بالي بالي؟ هذه جزيره، جزيره لا انت تعرفها ولا تدريبها، وهذا اصلا عمره ما طب هناك ولا يمكن يطب هناك. هذا وين وبالي وين؟ يقول لك يا عزوز حصلوا شريك هناك من سدح على السيف هناك، ولابس هيك النظاره الشمسيه ما ادري كم قيمتها، طبعا كلها من كيسي انا، وعنده كلاس كوكتيل هالمتن جالس يتشمس، ومن هناك تمر عليه احمسه. تصدق ترى حتى نحن عندنا احمسه هني. تصدق
تعال نسيتني والله وانا مستمع الدارة وابقي لي بس كلاس كوكتيل والنظارة اللي موجودة. هاي المرة الثانية جات الثمانية والتاسع قريب. عطني السلامة. حقك علي. اسف حقك علي. حقك علي. ما علي ما علي. زين وهذا شريكك ليش ما يبون؟ ترى ياسين يحققون وياه. وش حقه ما يبون هني يحققون وياه؟ ما ادري الضابط ما قال لي، بس المهم انه طمني الضابط، قال لي خالد ابشرك اذا شريكك هذا حصلوه ان شاء الله يمكن يخففون عنك الحكم، يعني بدل 3 سنوات يمكن يسوون لي 6 ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بس دام اني يودوه هذا الحرامي هذا، انت ايش حقه تام للحين؟ ليش ما يطلعونك؟ ترى انا طمطمه، انا ديناصور احمس طمطمه، عندي الشيكات انا موقعنها، يعني انا راعي المشاكل. هي لكن صدقوني يا جماعه مبسوط مبسوط وفرحان فرحان، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد. ترى حكموا علي سنه، انا صار لي الحين كم قضي وياكم؟ 4 اشهر، 4 اشهر سودة مقضيها ويا ويوه سودة، وباقي لي 6 اشهر ان شاء الله اطلع. يا رب يا رب ادعوا لي ادعوا لي اني اطلع يا رب. الهي الهي يا خدا يا خدا. دقشش دقشش سولك هوني دارنك ان شاء الله يا خدا. امين امين امين. شو امين؟ على شو تقول امين؟ ادعي لي الريال. ريال يقول ان شاء الله تطلع عقب 60 سنة. امين ايش حق 60 سنة؟ تدعي انا؟ تدعي انا؟ الو صباح الخير امل، ايش هالمفاجاه الحلوه؟ لا خالف حبيبتي سامحيني انشغلت وايد، الشغل ماخذ كل وقتي، بس مدام اتصلتي زين ابي اخذ رايك بموضوع. عيسى طلب ايدي للزواج. شوفي عاد ما انا شغل بسوالف الاوليه ولا لي شغل بزوجته ولا باي شيء، لا تدخليني بمتاهات، انا بروحي متردده على الزواج ماني مرتاحه. يلا امي مزنه يلا تعالي بالتغدي. يلا حبيبي معلوم توكلين بنتك قبل. انت تدري اني طبخت لك غداك غير، تبغي تاكل مثلها عيش وروب؟ انا سالنا عن هذا الريال اللي اسمه عيسى، تدري شو طلع؟ خير شو طلع؟ والله بصراحه ما ادري ايش اقول لك، طلع خوش ريال. حرام عليك روحيتني يا سليمان. زين قول لي شو اللي عرفت عنه؟ الحقيقة اللي عرفت عنه انه سلوكه طيب وعمره ما دخل مخافر او سجون، كان متزوج ومطلق وامه عايشة وابوه متوفي وعنده 4 اخوات و3 اخوان وكلهم متزوجين والحمد لله ومستقرين. المهم شو رايك؟ الله انا اقول ريال بهالمواصفات ما يتطوف، يلا توكل على الله. والله المهم رايها هي، الا ما قلت لي ما رديت لابراهيم. ماكو فايده يا حصه، ايمان مبهذله عيشه ابراهيم، مو بعطت لنا فرصه، مطفش الريال. انا اقول زواج ما هذا كان اكبر غلط. وانا بعد قلت كذي. السلام عليكم يوسف. وعليكم السلام. هلا بنت عمي. يكون ازعجتكم بهالزياره بس. لا ابدا. البيت بيتك. تفضل استريح. عيل سليمان وينه؟ ما اشوفه. انت جايني ولا جاي لسليمان؟ يعني وجوده بعد مهم. شو السالفه يا يوسف؟ مشكلة جديدة جاي فيها ولا شو؟ والله يا بنت عمي أنا ما أدور على المشاكل، بس أنا قلت ما دام نحن أهل فأعتقد أنه من حقنا نسأل ونتحاور. نتحاور؟ وفي شو نتحاور؟ أنت أول شي هدي أعصابك، أنت شكلك متحفظة بالكلام ومستعدة للصراخ. يوسف قول إيش عندك؟
شوفي يا حصة، زواجك برأيي غلط، لكن احنا مشينا الموضوع لأن عارفين ظروفك النفسية. ايش هالكلام يا يوسف؟ أنا أعتقد أن زيارتك هذه كلها ما لها معنى، وبعدين يكون في علمك نحن ما نبغي واحد منكم يلعب دور المصلح ولا الرقيب في بيتنا. حصة، كلامك ترى غلط، أنتوا وراكم أهل واللي قاعدين تسوون عيب. عيب وغلط؟ وش هو الغلط هذا؟ زواجك من سليمان غلط، ومسألة هذا اللي يخطب خلود المفروض نحن اللي نعطي رأينا، ما بس سليمان، ولا رأيك يكفي؟ خلصت؟ كيف يعني خلصت؟ يعني إذا خلصت وصلنا رأيك ومشكور. هذه طردة ولا شو؟ افهمها مثل ما تبغي تفهمها، وأبغي أقول لك شيء يا يوسف، وهالشيء توصل لأهل كلهم بدون استثناء. اللي ما فادنا والديار مخيفة، لا مرحبا به والديار أمان. السيارات أخف. مو كلش طولتي بالتعليم؟ كل هاليومين وأقدم على التراي وأنجح، تدعي لي إني أنجح. يا رب يا رب نجحها ووفقها يا رب. يعجبني فيك حب الخير للناس. الصراحة أنا أبيش تنجحين عشان تفكيني من مشاويركم وتخفين علي شوي. ألو ألو، هلا إيمان. سلم عليها، أنا تأخرت. هلا إيمان. إيمان إيش فيك؟ صوتك مو عاجبني. لا ما فيني شيء، بس ما رقدت طول الليل جالسة أتجلب. ها خبريني الأخبار عندك شلونها؟ ما شيء أخبار جديدة. عبد الله أمس سوى له آخر فحص، باكر بيقررون إذا بيسوون له عملية ولا لا. وأنت يا إبراهيم ريلك؟ الله ياخذ هالريل، كل يوم نجرى وياه ولا عاد شبد. المهم المهم، انتو شو علومكم؟ شو اخبار ابويا؟ شو اخبار خلود؟ ابوي بخير، وخلود ابشرك اخطبوها. اخطبوها؟ يعني ابو صرت عنكم 3 اسابيع كلكم تتزوجون؟ باجي انا يا ايمان، وكملي جميلك وتمي هناك لين انا اتزوج. بايخة. المهم منو اللي خطبها؟ زميل بالعمل، هي وافقت من حيث المبدأ بس باقي التفاصيل. الله يهنيها. انزين تريوني مو تسوون العرس قبل لا ارجع؟ عاد هذا يعتمد متى بترجعين. زين وين خلود؟ اعطيني اكلمها. خلود صارت تتعلم السياقة، عندها تراي عقب باكر. خلاص قررت تطلع سيارة؟ ايه، اذا غاب القطو ولعب يافار. واذا رجع القطو؟ قصدك عبد الله؟ ليش هو في امل؟ خلود ما شاء الله متى طلعت الليسر؟ قريب ان شاء الله، أنا رايح الحين أتعلم السواقة. شو هذا يا خلود؟ أتسوقين بدون الليسن؟ هذا تصرف وحدة عاقلة؟ عندي ورقة من المرور تسمح لي أسوق مع التدريب. في شيء؟ لا ما في شيء، بس أنت عيب منك اللي قاعدة تسوي أختك حصة؟ شو فيها حصة؟ يعني هي تزوجت من دون شورنة، قلنا ما عليه، مطلقة وما يهمها النسب، والحين تبغي تزوجك على كيفها. ليش نحن ما لنا شور بهالعائلة؟ وانت ليش بتضايق؟ لانكم تصرفون على كيفكم عقب ما راح عبد الله، كأن ما عندكم ولي. ما في داعي هالكلام، احنا ما نخطي خطوة الا واحنا عارفين وين نروح وين نجي. انا اقول لو تهتم بنفسك ابرك لك، مو ناقصين عبد الله جديد. عن اذنك.
طردتني يا امي، طردتني حصه اللي تقولين عنها الهاديه، طردتني حصه. مو معقوله. صدقيني ما عيبها كلامي، قالت انتوا عيال عم بالاسم ولا انتوا ورق وما منكم فايده. ليش انت شبك لها؟ مريت عليهم البيت وشفت حصه وسليمان هناك، اول ما فتحت سالفه خطبه خلود انهدت علي. وسليمان شو قال؟ ما قال شيء، كل اللي قال انتوا عيال عم ورايكم مطلوب، بس في النهايه شورها وشور ابوها. انت ايش اللي وداك عندهم؟ دنيا مجلوبه، صرنا ورا وهم قدام، صرنا عاطلين ومساجين وهم شغل وسيارات. هذه دعوه ابوهم علي. يعني شو بنسكت؟ باكر بيفضحونا، ترى الوضع تغير من عقب عبد الله، صار لسانهم طويل ما قاموا يحشموننا. اسمعني يا يوسف، انا من يوم عرفت بنات عمك عمري ما سمعت عليهم كلمه غلط. انا من رايي انك تهتم بنفسك. وانا كل ما اقول اي شيء تقولون اهتم بنفسك. انت ايش اللي حاكك؟ وانت من متى تهتم ببنات عمك ولا عيال عمك؟ ليش الحين انت ايش لك؟ زين شو اسوي؟ اوقع على العمليه؟ انا ايش دراني ما بنتي دكتوره؟ قرري روحك، المسؤوليه وايد كبيره. زين وش قالوا لك بالضبط؟ قالوا لي نسبه نجاح العمليه 30% ونسبه الفشل 70%، يعني عبد الله يا يقوم من السرير يا يموت. يموت؟ شو العمليه الماسخه هذه؟ على مستشفياتنا يبغوا يسووا له عمليه وانه ايش حق ما قالوا لنا الرمسه؟ لان مستشفياتنا ما يتكلمون بصراحه، هني يقولون كل شيء. هاي توكلي على الله ووقعي. ابراهيم ما اقدر، احس اذا وقعت على العمليه كاني اوقع على اعدام عبد الله. زين احنا ايش حق جايين هنا؟ مو عشان نسوي للعمليه الله يهديك. صح كلامك، احنا جايين عشان نسوي العمليه، بس الموضوع تغير شوي. انت تعرف ان العمليه اللي بيسوونها لا في ظهره ممكن تقطع الحبل الشوكي، واذا انقطع الحبل الشوكي يعني وفاه في حينها. موضوع وايد اكبر من اللي اي حد ممكن يتصوره. زين انا اقول لك اتصلي بهلج وخذي رايهم وخليهم يكونون في الصوره وياك. حصه انت صايره مو الاوليه، ما تتحاكين، احنا ما نبي نخسر عيال عمنا. ليش؟ وانا ثرني شو سويت؟ بعدين اذا انت عايبنك راي يوسف خلاص خليه يصير يسال عن الريال ويتحمل المسؤوليه، وسليمان ماله شغل. يوسف بعده عن الموضوع. يوسف مو مال مسؤولية، تبينا يخربط لك المواضيع كلها؟ هو خلي يحل مشاكله بالأول. هو قال لي قاعدين تتصرفون على كيفكم، كنا ما عندكم والي، هذا بيفضحنا ولا شنو؟ خلود صدقيني، ترى عيال عمنا بدأوا يغارون منا. منصور يا منصور، التليفون مو موجود قدامي على المكتب عشان اتصل أي وقت أبغي. أنا يلا يلا بالدور أحصل التليفون وأتكلم وياك. الله يخليك، اتصرف يا بصور الشيبة، اتصرفوا سووا اي شيء الله يخليك، يمكن يطلعوني. كيف؟ شو يعني ما في فايدة؟ ولي متى؟ ها؟ السلام. ما ادري ايش اقول لك يا ايمان، انا ماني فاهمه شنو خطوره العمليه. يا ودي يا ودي قاعد تعصب علي. الو ها ايمان، انا حصه وياك. انا قلت لسليمان، قال لي اذا العمليه فيها خطوره على حياه عبد الله لا تسوونها. يا ايمان يتم مشلول بيننا بس نسمع صوته. يا ودي كلميها. هلا ايمان،
الحين كلهم معارضين؟ زين انتي شو تقولين؟ مو موافقة. اها. وانا ايش دراني اذا بيموت ولا لا؟ يعني انتوا الحين ما تدرون ان احنا جايين هنا عشان نسوي له العملية؟ اذا بعدين ليش من البداية قلتوا لي طلعي من البلاد ووديه يتعالج؟ خلاص 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 ما بيسمع ولا كلمة. يلا 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 باي. بشري شو قالوا لك؟ صدق الهم معارضين؟ ما يبون عبد الله يرجع صحي مثل الاول. انانيات حتى في اخوهم. يمكن خايفين عليه لا يموت بعد. تدوم تكسير الموضوع مره؟ لا يا عيوني. انا فهمتهم زين. فهمتهم صح واحده واحده. لكن تدري؟ انا بوقع العمليه. واللي فيها فيها.